هكذا رد أحد السواق أثناء توقيفه في حاجز أمني للدرك الوطني، محاولا التحجج بأعذار لا تبرر تهاونه وجهله بالآجال المحددة لانتهاء صلاحية شهادة المراقبة التقنية للشاحنة. غالب على المنوض بكري ومن ما تقدرش قاع بات فيري في كوار، تنوض على الوحدة الزوج تروح تشارجي تعاود تولي تروح تولي، ما يسمحلاش قاع بات فيري في كوار، تلحق على 12 الوحدة للدار عيان ترقد. ما الله غالب راهو يسوق بالناس الانسان يدير حساباته، كيما انا باغ اكزومبل عندي ورقة راني معلق عليه داير لادار ديالو وقتاش يموت باش ما كان جبد كوارتي ونفيريفي كيلحق لو ديلي ديالو نفيريفي شوفها توجور نشوفها مقابلتني نشوفها باللي لحقني لو ديلي نجبدها افون دو جور ولا تروا جور نروح نجوز كونترول تكنيك تاعي باسكو هادي دنيا كار راك تمشي بيها يروح لك جوان سبي ولا تولي ما تفرينيش ولا ماك تجوزها كونترول تكنيك تفيق باللي عندك بروبليم في الكار تاعك تروح تريقليه هادي هي. قليل من السواق من يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة المرورية. عندنا العجلة هذه دات ضربة عندها تقريبا شهر وأنا ديكلاريت للمؤسسة اللي نعمل فيها قال لك بالنسبة كيما نقولوا المسؤول الأول تاعي أنا اللي يحكم فيها أنا قال لك مازال ما لحقتش الباقيات تاع العجلات. ونحن نرافق أفراد الدرك الوطني في إحدى نقاط المراقبة لاحظنا تهاون بعض السائقين لا سيما أصحاب حافلات نقل المسافرين ومركبات الوزن الثقيل. المراقبة الدورية لاحظنا أنه معظم سواق شاحنات وحافلات نقل المسافرين يجهلون أجل صلاحية المراقبة التقنية الإجباري، وهذا ما يشكل خطر على مستعملي الطريق مما يدفعنا إلى تحرير مخالفة جزافية في حق المخالفين التي تقدر بمبلغ 3000 دينار جزائري ووضع المركبة في المحشر. المراقبة التقنية للمركبة من بين الإجراءات الضرورية للسلامة، تجاهل الأمر يجر لحوادث مأساوية بغض النظر عن العقوبات المفروضة.